رفعت الراية لختام مهرجان كؤوس الملوك لهذا العام على مسافة 2000 متر، وقيمة الجائزة 800,000 ريال بمشاركة 8 رؤوس تمثل 6 شعارات. الانطلاقة تبدأ محدد، يبدأ الانطلاق الآن السريع للأبيض في الصدارة محدد، فيما بإذن الله في المرتبة الثانية الاسم الأبرز والمرشح يأتي أيضا النفور من الأسماء المرشحة في المرتبة الثالثة في هذه الأثناء، فيما الصدارة لمحدد الذي يقود هذا الشوط في صدارة هذا الشوط محدد بإذن الله في المركز الثاني، فيما النفور في المركز الثالث. ختام مهرجان كؤوس الملوك لهذا العام مشاهدينا متابعينا الكرام، ختامها مسك وورود مع كأس الملك سعود يرحمه الله. من يظفر بهذه الكاس بعد قليل الصراع سيشتد مشاهدينا الكرام في حضور المرشحان بإذن الله والنجم الفائز وأيضا النفور، فيما الصدارة لمحدد يقود الجياد حتى الآن، فيما بإذن الله والنفور يبدأان الآن التقدم مشاهدينا الكرام. بإذن الله الأقوى والمرشح يتقدم مع النفور في صراع كأس الملك سعود يرحمه الله. ختام مهرجان كؤوس الملوك 400 متر الفاصلة، لمن يذهب هذا الصراع؟ بإذن الله النفور يندفع، بإذن الله النفور، النفور، النفور ينفر الآن للصدارة في صراع يشتد أيضا. بإذن الله يجدد النفور، يبتعد مع ختام مهرجان كؤوس الملوك. النفور اسم أبرز ومرشح أقوى بحضور بإذن الله.